مرحبا بكم. في هذا الفيديو سنتحدث عن الجرعة اليومية الموصى بها لفيتامين B12. يعتبر فيتامين B12 من الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، وهو يلعب دورا هاما في وظائف الجهاز العصبي وتكوين الدم. فما الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين B12؟ وما الآثار الجانبية التي تترتب على زيادة جرعته؟ الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين B12 للبالغين هي 2.4 ميكروغرام لمن يبلغون 18 عاما فأكثر، ويمكن الحصول على هذه الجرعة من خلال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية. كما يمكن الحصول على فيتامين B12 من خلال تناول المكملات الغذائية. وفيما يلي الجرعات اليومية الموصى بها من فيتامين B12 حسب الفئة العمرية: الأطفال من عمر 9 إلى 13 سنة 1.8 ميكروغرام، المراهقين من عمر 14 إلى 18 سنة 2.4 ميكروغرام، البالغون من عمر 19 إلى 50 سنة 2.4 ميكروغرام، البالغون من عمر 51 سنة فما فوق 2.8 ميكروغرام، النساء الحوامل 2.6 ميكروغرام، النساء المرضعات 2.8 ميكروغرام. قد يحتاج بعض الأشخاص جرعات أعلى من فيتامين B12 إذا كان لديهم نقص في هذا الفيتامين، ومن المهم معرفة أن نقص فيتامين B12 يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك فقر الدم ومشاكل في الأعصاب وضعف في العضلات وشعور عام بالتعب والإعياء. ولذلك فإن علاج نقص فيتامين B12 مهم جدا لمنع تطور هذه المشاكل الصحية. وفيما يلي بعض الحالات التي قد يحتاج فيها الشخص إلى جرعات أعلى من فيتامين B12: الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 الشديد، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في امتصاص فيتامين B12 مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض كرون، النساء الحوامل أو المرضعات، كبار السن. وعادة ما يتم علاج نقص فيتامين B12 عن طريق تناول مكملات فيتامين B12، وغالبا ما يتم وصف مكملات فيتامين B12 التي تحتوي على 1000 ميكروغرام يوميا لمدة 4 إلى 6 أسابيع، وبعد ذلك يمكن تخفيض الجرعة إلى 2.4 ميكروغرام يوميا. وفي بعض الحالات قد يصف الطبيب حقن فيتامين B12، وعادة ما يتم إعطاء هذه الحقن مرة واحدة في الأسبوع لمدة 4 إلى 6 أسابيع، وبعد ذلك يمكن تناول مكملات فيتامين B12 عن طريق الفم. وإذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12 فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة لك. في النهاية فيتامين B12 آمن جدا لأنه من الفيتامينات الذائبة في الماء، وهذا يعني أن الجسم لا يخزنها بل يمتصه ويستخدمه فقط عند الحاجة. ولذلك فإن تناول جرعات عالية من فيتامين B12 لا يسبب التسمم، حيث يتم إخراج الكمية الزائدة من خلال البول. ولكن قد يؤدي تناول جرعات عالية جدا من فيتامين B12 إلى بعض الآثار الجانبية مثل الصداع والغثيان والإسهال، وفي حالات نادرة قد يؤدي إلى تفاعلات تحسسية أو زيادة مستوى حمض المعدة في الدم. ولذلك من المهم استشارة الطبيب قبل تناول جرعات عالية من فيتامين B12، خاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية. وبشكل عام فإن الجرعة الموصى بها من فيتامين B12 للبالغين هي 2.4 ميكروغرام يوميا، ومع ذلك قد يحتاج بعض الأشخاص إلى جرعات أعلى مثل الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 أو مشاكل في امتصاص فيتامين B12. وإذا كنت تتناول مكملات فيتامين B12 فمن المهم اتباع التعليمات الموجودة على العبوة.